السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في لا فيديو هذه إن شاء الله راح نشوفوا لي فونكسيون الكتابة تاعهم كيفاش وكيفاش الاستعمال تاعهم واستعمال المتغيرات اللي راح نستخدموهم في الميثود نيميريك في المات ولا حتى أي دالة باش نحسبوا القيمة تاعها وإنه نرسموها نديروا الشكل تاعها باين. راح نبدو ب يعني ب أبسط واحدة وأسهلها اللي نقدروا حتى نستخدمها في الكوموند ويندو، يعني بالمكثر نستخدمها في الكوموند ويندو. مثلا الدالة تاعنا اسمها F تساوي Align، هكا راح نكتبه هنا الداخل. اسمح لي دقيقة برك، عفوا، راح نكتبه لهنا عبارة الدالة راح تكون ما بين زوج شرطات الداخل والقوس تاعنا، مثلا نقولوا 5 ضرب اكس مثلا هكا. اذا حبينا مثلا نحسبوا قيمة اف لاثنين عادي زي ما عارفين، او انه مثلا ا تساوي لينا 2 او تساوي لينا 7، نقولوا اف لا راح يعطيك النتيجة. هذه بالنسبة لأسهلهم واللي راح بالمكثر نستعملها في الكوموند ويندو، يعني نقدر نستعملها في الكوموند ويندو. الآن يعني راح نشوفوا يعني فورم أخرين تاع سمو تاع فونكسيون راح نستعملوهم في الفيشي في الفايل نونجستروهم ونخدموا بيه نخدموا بهم في الكوموند ويندو، جست أنا نعطوهم القيم هما يخدموا يقوموا بالخدمة. راح نبدأ بأول واحدة اللي هي فانكشن، راح تكون نروح نبدأ بفايل نيو function m5، اشوف عليها باش ما كلاه نحفظ السنتاكس تاعها مباشرة. راح يمدليك لا فورم تاعك كيفاش تكتب. بالنسبة لهذوما تعليقات كاين ناس ياسر لي سقسوني عليها، هذه راهي جوست تعليق راه البروغراماتور رايح يتعداها مش رايح يقوم بالعملية هذه. اللي يحب يعملها كومونتير هاي هنا كاينة قلنا سوري بعد، راح تعمل برك بلوس والعلامة تاع البورسنتاج سامبول تاعها هكا، وراح تكون يعني كيما نقولوا اي تعليق او ملاحظة راح تكتبها انت كمبرمج للمستخدم. وبالنسبة للبرنامج راح يفوتها مش رايح يتأثر على البرنامج بزيادة ولا بنقصان، يعني مثلا يلحق البرنامج كي يبدا يخدم بالسطر يبدا يخدم السطر الاول كي يلحق السطر الثاني يلقى الكومنتير او الملاحظة رايح يتعدى ديريكت للسطر الثالث ولا السطر اللي بعده اللي فيه ليزان سيكسيون. نرجعوا للفانكشن تاعنا، هذه هي فانكشن اللي اند انا راح تكون ليزان سيكسيون بطبيعة الحال. بالنسبة لهذه راح تكون إيكغيك أو أ أو بي، يعني مثلا إف لإكس تساوي لينا سينوس إكس، أو نقدر نقولو إيكغيك تساوي لينا سينوس إكس، هذه هي إيكغيك تاعنا راح نسموها إيكغيك. بالنسبة لهنا هذه بلازرك اسم الدالة تاعنا، مثلا نحن راح نسموها أش أن مثلا، راح تسميها أي اسم إف دي أش جي أي اسم. والهنا راح تكون بدلالته شي دالة اكس بدلالة واي بدلالة اكس واي بدلالات متغيرين او ثلاث متغيرات. راح نبدو متغير واحد اش لي اكس، راح تكون هنا طبعا يعني تكون هنا ليزانستركسيون راح تكون ان هنا مثلا نقولوا اي تساوي لينا 2 في مثلا في اكس ناقص 1، هذه هي عبارة الدالة تاعنا، هذو هما ليزانستركسيون يكونوا عندنا. هذه الدالة رايحين درك نديرو لها تيست. أول حاجة راح لازم نركزو عليها اللي هي لونجستلومون، لازم تكون لاحظوا معايا لونجستلومون لازم تكون هنا الاسم هذا اللي هنا اش ان أو أي اسم للدالة راح يكون هو نفسه اسم الفيشي، راح يمدولك المطلب ديريكتومون راح تعمل اون ريجستري. كون تعمل اسم آخر مثلا جي ماشي رايحة تمشي، مستحيل أنها رايحة تمشي، لازم تكون نفس الاسم اون ريجستري. رايحين نجو لهنا مثلا نعملو الرابيل تاعنا كيفاه رايح يكون إيكغيك تساوي أش لي أن كيما مكتوبة بها أش أن لي مثلا 2، هكا يعطيك النتيجة يعني سهلة خلاص. الآن راح نشوفو نستعملو فيها التعليمة التكرارية الشرطية عفوا، نقدر نسمو حتى التعليمة التكرارية راح نشوفوها في الميثود نيميريك في تعلمات ان شاء الله مستقبلا. مثلا نقولو if x مثلا اقل من 0 على سبيل المثال، دونك y تساوي لنا مثلا x زائد 2
مثال فقط، نقولو else مثلا، else مثلا اكس، مجرد مثال يعني، else يعني اكس يبين اكبر من صفر، نديرو y تساوي هنا 5 في اكس، 5 اكس زائد 9، مجرد مثال فقط. راح نعملو save يعني، ورايحين نعملو النتيجة، تتبدل بيان سور النتيجة إذا كانت أكبر من صفر أو أقل من صفر، راح نديرها ناقص 2، ماشي زي 2 زي ناقص 2، دالة الدستورية درناها. الآن رايحين نشوفو مثال حتى نقربو يعني يعني كي المعنى أكثر، كاين الناس ممكن مفهمتش، خلينا نقربو ليهم يعني المعنى، ولا نقربو ليهم المفهوم مثلا. كيما هنا يعني نقدرون مادام عندنا اكس يجريك يعني لازمنا نبدلو لهنا، هذه مثلا نسموها ا، هذه هي ا، وهذه بيان سور راح تكون ا، وهذه بيان سور راح تكون ا. لكن لاحظوا معي، اذا مثلا نحن هنا لازمنا نسمو دركا زوج شروط، مثلا اذا كان عندنا اكس اقل من صفر، و اف يجريك حتى هي راح تكون اقل من صفر، في الحالة تاعنا يعني تكون مثلا اقل من صفر، راح تكون عن العبارة هذه else كي وشي هي else x سالبة و y موجبة، ال a راح تكون تساوي لنا مثلا x زائد 2 في y مثلا. بالمناسبة احنا ما درناش الـ y لأنها عبارة بدالة x و y عادي جدا. راح نعملو الـ end تاعنا، حاجة سهلة خلاص، عندنا الحالة ندرسو الحالة x أقل من صفر و y أقل من صفر و x أقل من صفر و y أكبر من صفر، هذوما زوج حالات راح يعني درسنا، نسمو ربع حالات درسناهم، مازالت العكس بالعكس دركا. اللي يحب يعرف كيفاش التعليمة الشرطية تخدم، واللي يحب مثلا يفهمها كيفاه، ديسكريبسيون في الديسكريبسيون كاين اللينك تاع الفيديو، ولا تلقاها في البلاي ليست مطلب فصيل يعني اللي يحب يفهم. هذه قارناها دركا ايلز، دركا ايلز عندنا هنا يعني باينه مادام ايلز هنا راح تكون ايلز يعني اكس اكبر من صفر، اف اف مثلا اكس اكبر من صفر و ايجريك كذلك أكبر من صفر، راح تكون لنا العبارة هذه، جوج دايرينها مثال else else وشي هي else x أكبر من صفر و y أقل من صفر، العكس بالعكس، يعني مثلا راح تكون ال a تساوي لنا مثلا مثلا x زائد y تقسيم 2، خليها تكون هيك. يعني كما شفتوا يعني حاجة سهلة خلاص، عندنا الاند برك باش ما ننسوهاش، واند تاع الاف الاولى الرئيسية كما تشوفوا، يعني نبداها من المرة الاولى بفايل، وهذه هي الدالة تاعنا، راح نقوم بالتيست تاعنا عفوا، مثلا راح نديرو ا بالنسبة لـ x، إذا كان بالترتيب، إذا كان x من هنا نعمل قيمة x من هنا، إذا كان العكس هو العكس بالعكس، فاصلة مثلا ناقص 4 كما شفتوا، أتأكد العبارة اللي هي 4. كما شفتوا يعني حاجة سهلة خلاص بالنسبة للفنكشن هذه اللي رايحة هنا يعني. اوكي، اللي لاحظ يعني لهنا انه مثلا صفر ما كانش في الـ كيما نقولوا في الوحدة، كون نديرو مثلا صفر ممكن ما يحسبهاش، نقدروا مثلا اف اكس اقل من او يساوي صفر، او انو ندرجوه في كيما نقولوا شرط اخر، مثلا نقولوا اف اكس يساوي صفر و واي يساوي صفر، اذا كان مثلا اي يعني اي نتيجة يعني رايحة تكون. اذا مثلا واحد مازال ما فهمش خلاص يعني ممكن جاتو صعيبة ياسر، راح نديروها على كيما نقولوا شكل دالة، خليه يخدمها هو في الـ في
في الورقة يعني بلا ما يختمها في المطلب، وراح تكون ويديرها من المستحسن انها تكون بمتغير واحد فقط تكون بإكس، ويخدمها بالدوال يعني السهرة خلاص، وهي اكثرهم يعني اسهل واحدة اللي تخليك تفهم هي الكوس والسينيوس. يعمل مثلا دالة دستورية مثلا يعملها اكس تعود اقل من صفر نهزو سينيوس، تعود اكس اكبر من صفر يديرها كوس، راح تعطيه النتيجة ويعني نتيجة باينة يعني تاعها. يقوم بالتمرينات اكثر في ذوما بركة يكثر منهم يعني، راح تكون ان شاء الله مفيدة ليه ورايح يفهم اكثر. السنتاكس تاعها كيما قلنا ما نحفظه، شو جوست فايل ونيو ونبدأ نخدمه. ان شاء الله رايحين دركا ندخلوا للتيب الثالث اللي هو راح يكون على شكل دالة انه نعطاها معطيات وتعطينا هي يعني النتائج. راح تريد تستعمل اكثر مثلا واحد اذا يطلب منك ان تخدم له بروغراماسيون وتمدها له مثلا في فلاش ديسك او في الميكرو تاعو، راح يهزها ينقلها لميكرو اخر ولا يعني في شيء اخر، جيست انه راح يدخل المعطيات تاعو وتقوم بالخدمه يعني ديريكتومون، ما كان له يدخل ليديتور هنا وكذا. راح نبدو على بركه الله، راح نمسحوا هذه الكل، او انه خلينا ندخلوا لوحدة اخرى يعني تكون احسن باش تكون اوضح. نبدو كيما نقول بالسنتاكس تاعها اللي هو راح يكون فانكشن هادي. خلينا درنا فانكشن تاعنا نمحو لي كومونتير ما نديرو بيها. هنا راح تكون عندنا إيغريك تساوي، تكون عندنا لهنا مثلا خلينا نسموها مثلا بي، مثلا بي ان. رايحين هنا نعملوا كيما نقولوا المعطيات تاعنا واش يكون عندنا. مثلا عندنا دالة مثلا ديما نخدموا في الدوال كمثال فقط، نقدر نبدلها في اي يعني حاجة اخرى. راح نديروا الدالة تاعنا مثلا اف، وعندنا عفوا اف، وعندنا الا، وعندنا ال B مثلا. هذوما بالنسبة ل F و A و B راح تكون معطيات. F راح يمدها للمستخدم، A راح يمدها للمستخدم، و B يمدها للمستخدم. لهنا تكون دي زانسكريبسيون، وهذه تكون اسهل على وش الفرق ما بينها وبين الفانكشن اللي درناها تو. تكون اسهل وبلو براتيك كيما نقولوا يعني بالنسبه للمستخدم، ما يتعبش فيها خلاص. راح نديروا مثلا سي تساوي لينا A زائد B تقسيم 2 مثلا، هذه السي. رايحين مثلا نخدم اف لي سي، جوست راح يكتب لنا فقط هنا اف لي سي. راح نعمل لون ريجسترمون تاعنا كيما تفهمنا، ديما نفس الاسم تاع الفانكشن راح يكون هو نفس اسم الفيشي بي ان ريجستري. فقط ان واش نديرو هنا، نروح نستخدمو نقولو مثلا اي دالة مش محتمة تكون اف، مش حتى ما تكون اف. مثلا نقولوا واي جي تساوي لينا ان لاين، نخرج كيما درنا لافار الاولى ان لاين مثلا سينوس اكس. نميلوا ديما يعني الاسهل، هذه ديكلارينا الوحده، ديكلارينا الداله تاعنا اف. درك واش نديروا باش نخدموا في شيء تاع باش يحسب لنا سي على سبيل المثال، اللي هي تكون يعني الوسط تاع المجال من ا الى بي كيما تشوفوا، ا زائد بي تقسيم 2. اول حاجه راح نهزوا هذه كيما راهي، خلي تكون بالكوبي كولي احسن حتى تكون مفهومه اكثر. اذا اي حاجه مثلا ما فهمتوهاش ولا جانا الشرح تاعها ناقص، شاركونا بالاراء تاعكم في لي كومونتير يعني ملاحظات برك، رانا نردوا على لي كومونتير الكل ان شاء الله راح تكون فيها خير. بالنسبه للدال بالترتيب احنا ديكلارينا جي ما ديكلاريناش الاف. بالنسبه لا مثلا رايحه تكون مثلا بي اي اللي هي 3.14 بالمناسبه، ولهنا بي اي بي على 2 بي اي تقسيم 2 بي اي راهي 3.14، هي بي معروفة عندنا في الرياضيات. فقط اونتري يعطيك النتيجة تاعك، يعطيك السي قداش ويعطيك الاونز تاعك قداش.
يعني رايحة هذه طون ديرناها اون جوستومون، فقط انه يدخل المستخدم للمطلب يديرها في كيما نقولوا الكتابة ديالو في فلاش ديسك او في اي تليفون ولا في اي حاجة، وجوست انه ينجستراها لونجستومون في الفيشي تاع المطلب، يدخل هنا جوست فقط المطلب للكوموند ويندو بلا ما يدخل الفيشي، يكتب الدالة تاعو ويكتب الاسم تاع الفيشي ويكتب الحدود تاعو ولا المعطيات تاعو، فقط راح تقوم تعطيه كيما نقولوا النتيجة فقط، يعني حاجة سهلة خلاص بلي براتيك، ويعني نستخدمها ياسر ياسر في الميثود ميميريك في الرياضيات، يعني في الانتجرال وفي كيما ميثود تاع نيوتن ونيوتن رابسون. يعني كما شفتوا ان شاء الله تكونوا فهمتوا وتكون يعني حلقة مفيدة، راح ان شاء الله نقوم وتكون فيها فيديوهات جديدة واحدة اخرى يعني تكون فيها ليزيكزرسيس حتى يكون الفهم اوضح واكثر، والسلام عليكم.